بحب أقول إنه إحنا عم نتحضر لأنه المشتركين كلياتهم تقريبا عم يصلوا وإحنا على أهبة الاستعداد. إحنا لجنة تحكيم فيها عشوائي بنحب نضحك. هذا فريم واحد هاشم. وصلنا لمحطة مهمة كتير، أو ممكن نقول إنه هي المحطة الأهم في هالمرحلة، المحطة اللي من خلالها بدخلوا المشتركين وبسمعوا أصواتهم للجنة التحكيم. وسماع الأصوات بيكون بمرافقة المايسترو الفنان حسام حايك، عازف على الأورج. أهلا وسهلا حسام. وأيضاً الفنان والإعلامية أبن مرقص، الدكتور والبروفيسور غاوي غاوي، والفنان والمخرج محمد بكر. أهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. أكيد أعضاء لجنة التحكيم مثل ما عودونا دائماً على المهنية وعلى الموضوعية وعلى النظرة الثاقبة أكيد بالمشتركين، ونسبة أعضاء لجنة التحكيم عبارة عن 45% ونسبتكم أنتم مشاهدينا 55% من خلال التصويت عبر الـ SMS ومن خلال الأرقام اللي عم تظهر على أسفل الشاشة. مسافر وناسي هوا نسرين، المرة اللي فاتت غنيتي أغنية لأم كلثوم الحب كله، واليوم شو محضرتي لنا؟ اليوم حضري طبعاً العمالقة الطرب اللي أنا دائماً بغني لهن ليلى مراد، اللي أنا عاشقة ليلى مراد وعاشقة أم كلثوم. رح أغني لها اليوم ليلى مراد يا مسافر وناسي هواك. هالأغنية كتير كتير بحس أني عن جد عايشة فيها كتير. أنا بعرف كمان أنك أنت بتحب الرقص، وخاصة الرقص اللاتيني زي السلسة مثلاً. شو الفرق ما بين الغناء والرقص، وشو بتحس مع الرقص أصلاً؟ صدقيني نفس الإحساس بالضبط، نفس الإحساس لما بتوقفي على مسرح وبتغني، ونفس الإحساس لما بتوقفي على مسرح وبترقصي، نفس الإحساس. بتحسي بالموسيقى، بتحسي طبعاً بالأغاني، بالكلمات، باللغة اللاتينية، فشيء جميل. أتمنى لك كل النجاح نسرين، وإن شاء الله بتكون على لجنة التحكيم وبتكون على الجمهور إنه يصوت لك كمان. الله يا ريت يا ريت بليز صوتوا لي، وانا بقول لكم انا راح اعطي اكثر ما عندي. وشكرا. اذا بتحبوا مشاهدينا صوتوا لها بريك اعلاني وبنرجع نكمل نيو ستار.